إلى فلسطين، حيث قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في مدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة نحو 12 مواطنا بجروح متفاوتة. صورة الوضع في مدينة القدس اليوم في هذا التقرير. من الشارع الذي يذكر المقدسيين بفتح القدس، من شارع صلاح الدين، خرجت المسيرات لتؤكد ثبوت موقفها. يا جماهير انضموا إلينا، هاي القدس غالية علينا، دوت هتافاتهم. رفعوا العلم الفلسطيني في رسالة لترامب والاحتلال بأن هذا العلم فقط الذي سيرفع في عاصمة فلسطين. كان ترامب بالواقع الشارع بيجاوب عليه، وأنا جزء من الشارع. غير مقبول، جاء ليدمر انتظار ما يزيد عن 25 سنة. كنا نفترض بأن يكون هناك مبادرة لوضع أسس إنهاء الاحتلال، كنا يعني نتوقع مبادرة لوضع حلول الأشياء الشائكة واللي من ضمنها القدس. وجدنا أن القضية قفز عن الحقوق والتلاعب بأمور ليس من حقه أن يتحرك بها أو أن يقرر بها. هي رسالة إلى هذا الاحتلال الصهيوني وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن القدس هي عاصمة لدولة فلسطين، وبأن هذه القرارات التي اتخذها دونالد ترامب لها تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها، بل على الإقليم وعلى العالم لعل وعسى أن تمتد، لأن كما ذكرت بالسابق القدس هي قبلة مئات الملايين من المسلمين والعرب. وما لبث المتظاهرون أن رفعوا الأعلام حتى جن جنون سلطات الاحتلال، وبدأوا بصب غضبهم بعشوائية ووحشية القنابل الصوتية، وباغتت المقدسيين بهجوم الخيول العسكرية التي سحقت كل من أمامها من متظاهرين وصحفيين. اليوم كل هذا العنف اللي احنا عم بنشوفه، كل هاي القوات مش عم بتحرك الشارع، الشارع واقف، الشارع بده يتصدى بقوات ذاتية. وقفوا امبارح بالآلاف، اليوم موجودين بصلاح الدين اللي هو أهم شارع بالقدس. هناك فعاليات كبيرة راح تكون بالشارع المقدسي اللي صعب الاحتلال يقدر يحاصرها. شعبنا لا عنده لا قوة ولا عنده بلطجة، لكن قوي بحقه، قوي بارتباطه بأرضه، قوي بدفاعه عن بلده. يراهن الاحتلال أن ما يجري مجرد تنفيسة غضب تستمر لساعات تخف بعدها وطأة صدمة الشارع المقدسي، ويعتقد أنه يتعامل مع الموقف بذكاء، لكنها القدس الروح، الكرامة وشرف الأمة العربية، ولن يترك المقدسي مصير قدسه بمهب ريح ترامب والاحتلال. من القدس المحتلة، زينة صندوق، رؤيا.